عسلامة شنيا حوالكم؟ ألوغ اليوم عنا 16 في سيدي رمضان، توا حكاية الستة ونص خارجة باش نتعشى أنا والبنات، ماشيين لدرميمة في اللاك أن. الحقيقة أنا أول مرة باش نمشيلو الغيستو هذايا، دونك اليوم باش نجربو وباش نشوفو. دونك كيما قلتلكم المنيو أ 35 دينار باغ بيغسون، دونك باش نمشي انا والبنات هاني باش نصور لكم كل شيء، باش نصور لكم الغيستو، باش نحكي لكم زيد من بعديك على الغيستو اسكو به والا لا. دونك كيكم انتريسي اقعدوا معايا. اتوتالوغ الوغ الوغ هذيا هي غيستو دار ميما كيما ماكم قاعدين تشوفوا فيهم. هذوكم البنات مازالوا يشوفوا ويمشي مشي سينو. كي تحبوا تجيوا لدار ميما تلقاوه جوست هذاك الموفامبيك وفامبيك اللاك، دونك هو يجي جوست على يساركم كي تبداو واقفين كيما انا واقفه هكا. سينو كي باش تجيو منو هو باش تلقاوه هو على يمينكم. بون وصلنا الغيستو دار ميما ولقينا ديجا طاولة حاضرة فيها كل شيء براتيكمون. هذايا الشوربة، فما هنايا لبسيسة سيترون، فما ليدات فارسي، هنايا فما سلايد، فما صحافي صغار، فما الكوفير، فما زادة دابوس الماء، وهاي الطاولة فوالا. احنا توا بخيسك باش نتلمو 8 من الناس، دونك حضرونا طاولتنا عجبتني على الاخر. وهاي عنا بنيت غيرونا معبية خبزة طابونة. فوالا كيما قلت لكم المنيو ا 35 دينار بار بيرسون، سورتو لامبيونس شوفوا محلاها. فما تلفزه مقابلتنا، فما البارتي هذيك ما نحبش نصور برشا خاطر فما برشا عباد، هذيك علاش ما نحبش نصور. فوالا وهذايا لونتري محلاها.
الوغ توا نحنا مشينا البافاروتي اول مره انا الحقيقه باش نجي انا والبنات باش نستكشفوه. شوفوا محلها ديكوراسيون عجبتني على الاخر حقيقه مزيانه وشيك. الوغ رجعت لكم باش نحكي لكم البارح كيفاش عدينا السهريه نتاعنا. الحقيقه باش نحكي لكم اول حاجه على غيستو دار ميما الموجود في اللاك. غيستو ياسر ياسر محليه بالحق ننصحكم باش تمشيو 30 دينار المنيو بار بيرسون. ماكله سخونه وبنينه امبيونس ياسر مزيانه ديكوراسيون تفتق لي سيرفور بالحق جونتي ومتروبين وياخذوا بالخاطر يدوروا يتفقدوا الطويل كان نقص خبز كان نقص ماء معناها يحطوا كل شيء. بريزونطاسيون عربي تفتق 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 جون هكا تبسي حليب ياسر ياسر محليها عجبتنا زيد على الاخر الماكله بنينه على الاخر. بعد ما كملنا حسيلو شقينا الفطر وكل شيء مشينا البافاروتي تلمو معناها لقينا يعني لي بوبليسيتي عليها وكل شيء دخلنا لها. بون كوتي هكا ديكوراسيون ماهيش خايبه مي جوست لقيناها مقينه على الاخر لا فما غني ما فما حد شيء معني ماهيش باهي ماهيش امبيونس معناها نتاع رمضان وكل شيء. دونك قررنا باش نبدلوا البلاصه مشينا وين فما باغيتي باغيت وبارادايس علاك معناها وين ميامي نلقاو قهوه جديده اسمها نيو ايج كنت ديجا تاغيت لكم على انستغرام نلقاوهم عاملين عويده وكل شيء. دخلنا اي با محليها القهوه ديكوراسيون مزيانه عجبتنا على الاخر قعدت انا والبنات سلطنا معاك مع الفرقه معناها بالحق محليهم الفرقه ومحليهم زيدا لي سيرفور وكل شيء. بون بارابور للقهاوي اغلى شويه معناها من القهاوي النورمال مي بالحق نظيفه. كي كملنا سهريه قررنا باش نمشيو نعملو دوره في دحدح اي با مشينا لدحدح. بون ما لعبناش اما مشينا كوميم تفرهدنا شفنا برشا ناس قعدنا شويه تفرهدنا. هذا هو كان الفلوغ نتاع اليوم ان شاء الله الفلوغ عجبكم. كان عجبكم ما تنسيوش تحطوا لي دي بوص ان لير سينو ما تنسيوش دو فوز ابوني ا ما شين ما تنسيوش زيد باش تابعوني على الفيسبوك وعلى الانستغرام. انا توا عليكم باش خليكم نقولكم باي باي لي فيا بيانتو شهيه طيبه بوسه.